السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي بناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي. ميعادنا مع مادتكم الجميلة، مادة الرياضيات والفصل الدراسي الأول، الوحدة الثالثة، مفاهيم القياس. هنتكلم فيها عن الدرس الأول اللي هو تحركات النمل. يلا بقى مع بعض كده، الدرس الأول اللي هو تحركات النمل اللي هي وحدة قياس الأطوال، والدرس الثاني اللي هو قياس الكتلة. تعالى كده نشوف مع بعض الدرس الأول. الدرس الأول بعنوان تحركات النمل اللي هي وحدة قياس الأطوال. طبعا وحدة قياس الأطوال أنت مش أول مرة تتعامل معاها، إحنا عارفين إن عندنا الكيلومتر هي وحدة القياس الأطوال الكبيرة. بص كده معايا، تذكر الكيلومتر لقياس الأطوال والمسافات الطويلة جدا، مثل المسافة بين بلدين أو طول نهر النيل. طيب عندنا وحدة أصغر منها اللي هي المتر. المتر بتستخدم لقياس الأطوال والمسافات الكبيرة اللي هي الطويلة، مثل طول حجرة أو ارتفاع مبنى. يبقى أنا عندي كيلومتر المسافة الطويلة جدا زي المسافة بين البلدان، لكن المتر لقياس الأطوال الكبيرة زي طول حجرة أو ارتفاع مبنى. عندنا وحدات تانية أصغر. هنا بيقول لي دي سي متر لقياس الأطوال المتوسطة، مثل طول سجادة ارتفاع باب. السنتيمتر طبعا دي الوحدات الأصغر شوية، زي قياس الأطوال القصيرة، مثل طول القلم طول الكتاب. هنا عندي اخر حاجة الملي متر لقياس الاطوال القصيرة جدا، مثل طول النملة. طيب بص معايا كده، احنا عندنا وحدات تانية كمان للاطوال، تعالى نتعرف معانا مع بعض نتعرف عليها. طيب تعالى بص معايا كده، احنا عارفين طبعا القطر اللي قدامك ده قطر تحويلات الاطوال، عارفين ان احنا لما بنحول من الكبير للصغير هضرب زي ما السهم كده بيشاور لك من الكبير للصغير، يعني الكبير عندي كيلومتر، لما بتحرك من الكبير للصغير هضرب في 10، لكن من الصغير للكبير هقسم على العشرة لو انا بتحرك مسافة واحدة بس. طب تعالى كده شوف معايا الوحدات دي وتعرف عليها. الكيلومتر 10 هكتومتر، تمام؟ طيب والهكتومتر 10 ديكامتر، والديكامتر 10 متر، والمتر 10 ديسيمتر، والديسيمتر 10 سنتيمتر، والسنتيمتر 10 مليمتر، تمام؟ ومن الصغير للكبير احنا قلنا من الصغير للكبير هنقسم، ومن الكبير للصغير هنضرب. بص كده معايا، خد بالك ان احنا بنتكلم على وحدة اساسية، عشان هو ده الشغل اللي احنا هنتعامله بقى بيه بعد كده في بقية الوحدة دي. الوحدة الاساسية عندي هنا هي المتر، تمام؟ عندي تلات وحدات قبليها وتلات وحدات بعديها، خلاص؟ يعني تلات وحدات اكبر منها وتلات وحدات اصغر منها. انا اعتبرت المتر ده الوحدة، اكتب عنده ايه؟ واحد واحد متر، تمام. طب احنا قلنا الكيلو متر 1000 متر، صح؟ يبقى انا عندي كام وحدة كده من الكيلو متر؟ 1000. طب الهكتو متر، تمام، هيساوي 100 متر. يبقى انا عندي كده الهكتومتر كام وحده؟ 100. 100 وحده، لان انا عندي من هكتومتر للديكامتر هنا هضرب في 10، ومن ديكامتر للمتر هنضرب كمان في 10، ب 10 في 10 يديني ايه؟ يديني 100. اللي انا كده فوتت سهمين. طب الديكامتر بيساوي 10 متر، يبقى انا عندي كام وحده كده؟ يبقى عندنا 10 وحدات بين الديكامتر والمتر. طيب نرجع بقى كده للحاجات اللي اقل من المتر. هنا من المتر للديسيمتر المتر بيساوي 10 ديسيمتر. طب انا عايز اعكس، يبقى الديسيمتر بيساوي كام متر؟ 1 على 10. 1 على 10 وحده، لان عندي المتر هو الايه؟ هو الوحده. طب السنتيمتر من المتر للسنتي هنضرب في 100، لكن من السنتيمتر للمتر يبقى 1 على 100، هقسم على 100. طيب المتر 1000 ملي متر، خلي بالك ان احنا هنا بنضرب في 10 من المتر للديسيمتر، ومن الديسيمتر للسنتيمتر هنضرب كمان في 10، ومن سنتيمتر للملي متر كمان هنضرب في 10، يبقى من المتر للملي متر هنضرب في 1000، يبقى الملي متر للمتر من الصغير للكبير هقسم على 1000، يعني 1 على 1000. هنا بيديني ملحوظه كمان، بيقول لي الديسيمتر بيساوي 1 على 10 متر، ان هنا من الصغير للكبير هقسم. دلوقتي حبايبي جه ميعادنا مع سؤال المتفوقين الاول، تمام كده؟ تعالى نشوف سؤالنا. السؤال ده حبيبي انت هتجاوبه وتكتب اجابته في التعليقات. بيقول لي السؤال بتاعي، بيقول لي اختر افضل وحده لقياس الاطوال التاليه. بيقول لي اختر افضل وحده لقياس الاطوال التاليه. طول النمله افضل وحده لقياس طولها ايه؟ كيلومتر ولا المتر ولا السنتيمتر ولا المليمتر؟ المسافه بين القاهره والاسكندريه، المسافه بين القاهره والاسكندريه افضل وحده لقياسها ايه؟ كيلومتر ولا المتر ولا السنتيمتر ولا المليمتر؟ طبعا انت لو متابعنا هتعرف ان احنا قلنا الاجابات دي واحنا في بدايه درسنا. بص معايا كده، بيقول لي يمكن التعبير عن الاطوال بطريقتين. يمكن التعبير عن الاطوال بطريقتين، مثلا باستخدام التحليل. التحليل ده يعني ايه؟ ان انا اقول ال 6 متر و 45 سنتي، يعني انا هجمع ال 6 متر زائد ال 45 سنتي، دي كده طريقه التحليل.
طب الطريقه الثانيه اللي هو باستخدام النموذج الشريطي. النموذج الشريطي ده لو انا عندي 645 سنتي هقسمها ل 6 متر و45 سنتي، يبقى انا عندي طريقه التحليل تمام كده، بستخدم عمليه الجمع الوحدتين او ان انا اعملهم على النموذج الشريطي، اعمل مكان للامتار ومكان للسنتيمترات. بيقول لي هنا اكمل ما يلي. السؤال الاول بيقول لي 6 متر هيساوي كام سنتيمتر؟ من المتر للسنتيمتر هنضرب في 100، يبقى 6 في 100 هيساوي 600 سنتيمتر. السؤال الثاني بيقول لي 2 سنتيمتر بيساوي نقط مليمتر، من السنتيمتر للمليمتر هنعمل ايه؟ هضرب في 10، يبقى 2 في 10 هيساوي 20 مليمتر. السؤال الثالث بيقول لي 14000 متر هيساوي كام كيلومتر؟ الكيلومتر 1000 متر. طيب من المتر للكيلومتر من الوحده الصغيره للوحده الكبيره هعمل ايه؟ هقسم على 1000. هقسم على 1000 يعني اطير الثلاث اصفار هيديني 14 كيلومتر. يلا حبايبي دلوقتي سؤال بيقول لي اكمل ما يلي. بص معايا كده للسؤال، بيقول لي نقط متر تمام، انا عندي نقط هنا قبل المتر بتساوي 350 دي سي متر بتساوي كام سنتيمتر؟ خد بالك انا عندي ثلاث اطراف، الثلاث اطراف دول يكونوا متساويين. طب تعالى كده نحط ايدينا على الوحده اللي في النص اللي هي الكامله اللي قدامها العدد 350 دي سي متر. طب انا كده عايز احول من الدي سي للمتر، هعمل ايه؟ هقسم على 10 يبقى 35 متر. طب عايز احول من الدي سي متر للسنتيمتر، هنضرب في 10 هيبقى عندي 3500 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي 120 سنتي بتساوي كام متر؟ بتساوي وكام سنتيمتر؟ تمام 120 سنتيمتر بتساوي كام متر وكام سنتيمتر؟ يعني اديني متر. تمام يعني انا هاخد اللي موجود في خانه المئات اكتبه قدام المتر، يبقى انا عندي 1 متر ويتفضل لي 20 سنتي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اكمل ما يلي، 135 سنتيمتر بتساوي كام متر وكام سنتيمتر؟ انا 1 متر و35 سنتي، هناخد اللي في المئات ونكتبه ايه في الامتار، لان المتر بيساوي 100 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده 17 متر و80 سنتي، تعالى بقى نعمل العكس، 17 متر و80 سنتي، عايز اعرف كام سنتي؟ ال 17 متر دول انا هضربهم في 100 هيعملوا لي 1700. تمام يبقى 1700 زائد 80 يبقى 1780 سنتيمتر. بص كده انا موضحها لك اهو بمعادله الحل. احنا لسه بقى مع سؤال اكمل جديد، يلا كده بس ده كده بنستخدم بقى الشريطي. النموذج الشريطي تمام. هنا 560 سنتيمتر، احنا قلنا يا جماعه ان المتر 100 سنتي، فهنا عندي 500 سنتي يعني اديني كام متر؟ 5 متر. فانا هكتب 5 متر وعندي هنا كام سنتي؟ يبقى 60 سنتي. 60 سنتي. النموذج الشريطي الثاني، خد بالك هنا بقى هو كاتب النموذج وانا هكتب العدد، عندي 6 كيلو متر و830 متر بيساوي كام متر؟ طبعا هيبقى 6830. دلوقتي حبايبي جمعتنا مع سؤال المتفوقين الثاني. دلوقتي حبيبي انت عارف ان السؤال ده لما تجاوبه هتكتب اجابته في التعليقات، واتمنى ان عدد كبير من جدا منكم يوصل للاجابه الصحيحه. بص معايا بقى للسؤال الثاني بيقول ايه، بيقول لي اكمل التالي، 752 سنتي بتساوي كام متر وكم سنتي؟ 752 سنتي بتساوي كام متر وكم سنتي؟ السؤال اللي بعد كده 56200 متر بتساوي كام كيلو متر وكام متر؟ تمام 56200 متر بتساوي كام كيلو متر وكام متر؟ تعال بقى نكمل بقية درسنا. نقل النمل في إحدى المستعمرات 40 طنا من التربة أثناء بناء بيته، حيث نقلت كل نملة ما تحمله مسافة تبلغ كيلو مترا واحدا للسطح. إذا استطاعت كل نملة نقل 10 حمولات من التربة في أسبوع، فكم يساوي هذا بالكيلومترات والأمتار؟ هنا طبعا بالكيلومترات هنعمل ايه؟ بيقول لي هنا 10 كيلو متر، لان هو بيقول لي نقل النمل في احدى المستعمرات كم طن؟ 40 طن. طيب ومن التربة اثناء بناء بيته حيث نقلت كل نملة ما تحمله مسافة تبلغ كيلو مترا واحدا للسطح. طبعا هي عملت 10 حمولات والحمولة الواحدة اخدت كيلو متر، يبقى كده عندي كم كيلو متر؟ 10 كيلو متر. طيب ال 10 كيلو متر عايزها بالامتار، الكيلو متر 1000 متر، يبقى 10 في 1000 هيساوي 10000 متر. دلوقتي حبايبي معدنا مع الدرس الثاني، احنا اتكلمنا عن وحدات الاطوال، دلوقتي هنتكلم بقى عن قياس الكتله. تمام طيب تعالى كده نتعرف على وحدات قياس الكتله. احنا عارفين ان الكتل الكبيره الكبيره جدا او الثقيله بستخدمها في قياسها وحده اسمها الطن، يبقى الطن بستخدمه لقياس الكتل الكبيره جدا الثقيله زي كتله سيارات نقل البضائع وكتله فيل ضخم. عندي وحده اصغر اللي هي الكيلو جرام،
طبعا احنا عارفين الكيلو جرام ده اللي انا بستخدمه وانا بشتري الايه، بشتري الخضروات والفاكهه. يبقى لقياس الكتل المتوسطه زي كتله الخضروات والفاكهه. عندنا حاجه اصغر من الكيلو جرام اللي هي بقى الجرام اللي بتستخدم. عندنا بقى بقيه الوحدات، عندنا الجرام، الجرام ده بيستخدم لقياس الكتل الصغيره جدا زي ايه، زي كتله المشغولات الذهبيه والفضيه. تمام كده، يبقى انا اتكلمت على الطن والكيلو جرام والجرام. هاي بقى حبايبي كده تعالى نتكلم عن وحدات الكتل على قطر التحويلات بتاعتنا. خلاص، طيب وحدات الكتل اللي على قطر التحويلات بتاعتنا، احنا اتفقنا حبايبي ان احنا بنتكلم على وحده هي بنتكلم عليها هي بنحطها في المنتصف اللي هي الجرام. المره دي وحدتي الجرام، ثلاثه قبلها وثلاثه بعدها. تعالى بقى نشوف كده القطر بتاعنا من البدايه. الكيلو جرام هضرب في 10 هوصل هكتو جرام. تمام، والهكتو جرام 10 ديكا جرام، والديكا جرام 10 جرام، والجرام 10 ديسي جرام، والدي سي جرام 10 سنتي جرام، والسنتي جرام 10 ملي جرام. تمام، يبقى احنا ده كده قطر تحويلات الكتل بتاعتنا. طب احنا عارفين ان احنا من الوحده الكبيره للوحده الصغيره هنضرب، لكن من الصغير للكبير هنقسم. هنقسم. تمام، تعالى بقى يلا نتعرف مع بعض على التدريبات بتاعتنا بعد ما نلاحظ اللي احنا قلنا عليه ان انا الوحده الرئيسيه عندي مين؟ الوحده اللي هي الجرام. تمام، احنا قلنا الكيلو جرام بيساوي 1000 جرام، يبقى 1000 وحده. يبقى 1000 وحده. طب الهكتو جرام 10 ديكا جرام، والديكا جرام 10 جرام، معنى كده ان الهكتو جرام بيساوي 100 جرام، يبقى هنا بيساوي كام وحده؟ يبقى بيساوي 100. 100 وحده. الديكا جرام 10 جرام، يبقى 10 وحدات. تمام، والجرام ده هو الوحده، الوحده الواحده. طب الجرام بيساوي 10 ديسي جرام، يبقى من العكس، من الديسي جرام بيساوي كام جرام؟ يبقى 1 على 10. 1 على 10 وحده. طب السنتي جرام 1 على 100 وحده، لان الجرام بيساوي 100 سنتي جرام، يبقى من العكس، من السنتي جرام للجرام هقسم على 100، يبقى 1 على 100. طب هنا الملي جرام للجرام، انا هقسم، انا كده فوتت سهمين صح كده، يبقى انا هقسم على كام؟ هقسم على 1000، يبقى 1 على 1000 وحده. الديسي جرام بيساوي 1 على 10 جرام، ده اللي احنا لسه قايلينه فوق. تمام، تعالى بقى بص معايا، يمكن التعبير عن الكتل بطريقتين مثلا، زي ما احنا عملنا اول طريقه زي ما استخدمناها في الاطوال اللي هي طريقه التحليل. تمام، طريقه التحليل دي ان انا هقول 3 كيلو جرام يعني 3 كيلو جرام زائد 400 جرام، يبقى باستخدام التحليل 3 كيلو جرام و400 جرام هحللها اللي هي 3 كيلو جرام زائد 400 جرام. طبعا والنموذج الشريطي اللي احنا بنستخدمه عندي 3400 جرام هقسمها ل 3 كيلو جرام و400 جرام. تمام كده، طيب تعالى بقى نتفرج مع بعض كده على الاسئله اللي معانا. اكمل ما يلي، 7 كيلو جرام و80 جرام هتساوي كام جرام؟ طبعا احنا عارفين ان الكيلو جرام 1000، يبقى السبعة 7000، واو يعني زائد 80، يبقى 7080 جرام. السؤال اللي بعد كده، السؤال الثاني بيقول لي هنا ايه، 4950 جرام بيساوي كام كيلو جرام زائد كام جرام؟ 4000 جرام دي يعني 4 كيلو جرام. تمام، اللي اتبقى بقى 950 جرام، يبقى 4 كيلو جرام زائد 950 ايه جرام. السؤال اللي بعد كده، عندي 6500 جرام بتساوي كام كيلو جرام وكام جرام؟ 6000 دي يعني 6، يبقى 6 كيلو جرام. كيلو جرام، ويتفضل عندي 500 جرام. يلا حبايبي مع بعض، السؤال اللي بعد كده بقى، ده عندي نموذج ايه الشريط. نموذج الشريطي. تمام، 9590 جرام، ال 9000 دي يعني 9 كيلو جرام، يبقى انا اكتب ناحيه اليمين 9 كيلو جرام، واكتب اللي اتبقى ناحيه اليسار، واكتب بيه فيها 590 جرام. النموذج الشريطي الثاني، خد بالك بقى هو عامل النموذج نفسه وانا هكتب العدد، 7 كيلو جرام و414 جرام. طبعا السبعه يعني 7000، تمام كده، يبقى 7414 جرام. تزن إحدى مستعمرات النمل 3493 جرام، أعد كتابة هذا العدد باستخدام الكيلوغرامات والجرامات. طيب واحدة واحدة كده، 3493 عايز أحولها للكيلوغرام، يبقى أنا عندي هنا إيه، 3000 جرام يعني 3 كيلوغرام، وهيتبقى لي كام جرام؟ 493. دلوقتي حبايبي جمعتنا مع سؤال المتفوقين الثالث، السؤال اللي أنت هتجاوبه وتكتب إجابته في التعليقات. السؤال بيقول أكمل، 1 كيلو جرام و10 جرام بيساوي كام جرام؟ السؤال الثاني بيقول لي نقط جرام بتساوي 6 كيلو جرام و457 جرام. حبايبي اتمنى ان عدد كبير منكم يوصل للاجابه الصحيحه. هنا ضع علامه اكبر او اصغر او يساوي. اول سؤال هنا بيقول لي 7 اطنان ولا 7000 جرام؟ تعال نحول كده ال7 طن نحولها الاول للكيلو جرام،
7 عطيني بيساوي كام كيلو جرام؟ 7000 كيلو جرام. طب ال 7000 كيلو جرام عايز احولها كمان للجرام، يبقى كمان برضو هضرب في 1000، يبقى 7000 كيلو جرام لما اضربها في 1000 يبقى انا عندي 6 صفار هنا، يبقى 7 مليون ايه؟ جرام. 7 مليون جرام، وهنا 7000 جرام، يبقى مين اكبر؟ 7 اطنان اللي هي 7 مليون جرام. السؤال اللي بعد كده 7 متر، الناحيه الثانيه عندي 7 متر و200 سنتي، طبعا هنا 7 متر بس، هنا 7 متر ومعايا كمان 200 سنتي، يبقى احط علامه اصغر من. هنا 5 كيلو جرام وهنا 500 جرام، 5 كيلو جرام هحولها للجرام هضرب في 1000 هتبقى 5000 جرام، هنا 5000 وهنا 500 يبقى مين الاكبر؟ طبعا ال 5000 هحط علامه اكبر من. نكمل السؤال اللي جاي، بيقول لي هنا 9 كيلو جرام ناقص 2000 جرام، 9 كيلو جرام يعني 9000 جرام ناقص 2000 جرام يساوي 7000 جرام، هنا 7000 وهنا 7000 يبقى الاثنين ايه؟ يساوي. يساوي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي 5 كيلو متر والناحيه الثانيه 5 كيلو متر ومعاها 588 مترا، يبقى مين الاكبر؟ طبعا ال 5 كيلو متر اللي معاها 588 مترا، يبقى احط علامه اصغر من. هنا 9 كيلو متر والناحيه الثانيه 900 متر، يلا نحول كده 9 كيلو متر هتبقى 9000 متر، يبقى 9000 متر اكبر، هحط علامه اكبر من. تمام يا حبايبي، وبكده حبايبي كنا وصلنا لنهايه درسنا الجميل الممتع، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.